في حاجات I can reflect it في البروجكت بتاعي حتى in my own mindset. حتى لو مش هreflect it في البراند بتاعي ف my mindset is different. Basically this is an incubation program between مصر والدنمارك. في 14 Egyptian participants. بنروح الدنمارك, we have workshops في الدنمارك و workshops في مصر. حاليا المشاركين في الحاضنة هم شركات تابعة لصناعة الأساس ولصناعة الفاشن وكلهم عندهم approach sustainable. صراحة الوركشوبس المرة دي يعني they target pinpoints كلنا عندنا gap فيها in a sort of way يعني. فكرة ان انت تشوف بقى ازاي في الدنمارك هما بيبصوا للبيزنس موديل وازاي بيشوفوا الانكيوبيترز وازاي بيتعاملوا مع الستارت ابس, اعتقد ده حاجه مفيده جدا عشان تبقى فاهم جلوبالي او عالميا بقيه الشركات بتفكر ازاي. فدنمارك بالنسبه لي مش يعني مش about information قوي قد ما هي about insights او بنتاب into topic معين بيفتح دماغي لحاجات جديده انا او aspects جديده او perspectives جديده انا ممكن ما اكونش واخده بالي منها او ان انا ماشي في تراك معين كده. لا بيبدا ان هو يوريني لا ده في طرق تانية, في حاجات تانية to explore. ان انت تتعلم عن البيزنس موديل وان انت تشتغل على البيزنس بتاعك في مصر وتتعرف عليه وكمان تاخد خبره من بلد تانية زي الدنمارك حاجة رهيبة, الفايدة بتاعتها ما لهاش حدود. يعني لو أنا هلخص بجد الـ impact بتاع ديدي كان إيه, ديدي introduced us to how impactful and powerful working in clusters and collaborations can be.